الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. بالراحة يا بابا، بالراحة بالراحة. حبيبي بابا، الشمس عطشانة، ما شاء الله. اظن مش اكل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ يا رب يكون الجماعه بخير ومساءكم زي الفل ان شاء الله. النهارده ان شاء الله يا جماعه الجمعه 29 جماد اول في الشهر العربي و23 في شهر ديسمبر. طبعا احنا الايام ديت ايام نوت الفيضه، وكان في شتاء وكان في مطر والبحر كان عالي وكده. طبعا الناس الصيادين عارفه الكلام ده اللي هي متابعه سب الملح، فالجو زي ده الوقت المناسب ليه ان احنا ايه ننزل زي ما جينا هنا النهارده كده في النيل ده، في اخر مصب النيل ان شاء الله. انا عند اخويا ابو مسعود. طبعا احنا كنا طالعين بالليل والدنيا كانت بتمطر علينا، هنمدلكم لقطه كده دلوقتي من الجو بتاع بالليل، والحمد لله وصلنا بالسلامه برضو. طبعا احنا متحامين في الله ثم الايه ثم العش ده ان هو يكننا في الشتاء، ودي طبعا نعمة من ربنا ان احنا عندنا مكان زي ده بيناسبنا في صيد الشتاء. نازلين ان شاء الله مستهدفين بالدود المشرشر وبالجمبري العقر وبالكابوريا، معانا شويه سردين، مستهدفين جميع اسماك المالح زي مثلا القاروص الدنيس، اي حاجه ربنا يقسم بيها. اتمنى ان شاء الله اننا نقدم لكم فيديو كويس. وفي ظهري طبعا بيصطاد ابو مسعود واخواته على البوري، ربنا كرمهم طبعا بالبوري. احنا ان شاء الله هناخد برضه حس البوري، بس ايه مش دلوقتي، خليكم معانا. ما تنساش بس تدعمونا بلايك عشان الفيديو ينتشر. البوري بيطلع قدامنا، اول مره شفنا اشترك عندنا في القناه. الله اكبر، عم الخميس ضرب. جت معاهم في الفيديو، خليكم معانا شباب. السلام عليكم يا شباب، بالله عليكم تدعيلنا بالتسهيل. شايفين الشتاء عامل ازاي؟ ربنا يستر علينا يا رب. سيول يا ابو يحيى، اهو سيول. سيول ايه والله يا عم اشرف؟ طب انا معايا عم اشرف. حبيبي ابو يحيى. عم اشرف بقى احنا مش مجانين صيد بقى. احنا مغرمين صيد. احنا مغرمين صيد، الله ينور عليك. طبعا انتوا بتقعدوا في الشتاء ده، واحنا بقى بنطلع ايه احلى رزق لينا ان شاء الله في الشتاء ده. ابو مسعود ده يا جماعه اخويا وحبيبي وعشره سنين. انا هنا ضيفه طبعا النهارده الجمعه، ودول اولاده احمد ومسعود، عيالي برضو، عيالي واخواتي برضو وحبايبي. روح الله يصلح لكم الحال يا رب. صل على النبي، صل على النبي كده، صل على النبي اكس. بسم الله الله يبارك. صور صور يا رب. اللهم صل على النبي. صور ابو يارا ده خميس الجن. ايوه ابو يارا، العب يا جن. دي بتاع الفرج بقى والغاز. العب يا ابو جن. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. بالراحه يابا، بالراحه بالراحه بالراحه. الله اكبر الله اكبر. صلاه النبي، يلا صلاه النبي. احلى لايك. العب العب يا ابو مسعود يا جامد، اديله ما شاء الله، لا قوه الا بالله. اللهم بارك اللهم بارك. زي ما احنا منتشرين شايفين يا جماعه الناس دي بتصطاد ازاي. بسم الله ما شاء الله، عجينه وبوصه بلدي. ها شوف شوف الولا، شوف الولا البوصه اللي في ايده قد ايه. ما شاء الله لا قوه الا بالله، ربنا يبارك في رزقكم يا رب. هنعمله مركب باذن الله بيحل للناس كلها دي بالسواكي. ماشي يابا ان شاء الله، انا هعمله يا اخت اهو. ماشي، ومش مش هرجع فلوه ان شاء الله ان شاء الله زي الماكس. ماشي ابو ايه هيعمل لنا مركب اهو يا جماعه، الناس عشاق الصيد بيجوا يقعدوا هنا ان شاء الله.
صباح الفل ابو يحيى، احلى صباح عليك. صلاة النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. هو ده ابو يحيى، هو ده الكلام قريب. احلى سلام عليك، صباحكم زي الفل يا رجاله. صباح الفل، ونهارك ورد ان شاء الله. نهارك ابيض ان شاء الله. اول استفتاح حادل بمشيئه الله. يا مساء الحال يا رب. والله كريم، الله كريم. نهار ابيض يا بحر. طبعا يا جماعه، ابو مسعود البطل القومي اللي بيحيي الصيادين نزل لنا والله الطرحه دي، جمع لنا السمكتين دول. الف الف شكر يا حبيبنا، الله يعزك يا رب. ما شاء الله لا قوه الا بالله، اللهم بارك. عم اشرف المعلم محمد ابو مسعود بيمسي عليك بشط السمك الحلوين دول. احلى تحيه والله، سمك حلو يا عم. والرأي كله سلطان يا حاج، ما شاء الله ما شاء الله. حبيب ابو يحيى، حبيب الشمس معك سنة ماشي يا حبيب، مش عارف شكلها بني سوية. يا مساء الحال يا رب. الله اعلم، الله اعلم، شكلها بني سوية. صلاة النبي، بني سوية ان شاء الله، ان شاء الله. لم 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 ان شاء الله. طلع جنيسة. اي والله معروف يا عم، معروف ابن اللذينة ده. وهي في المية انا قلت جنيسة والله. عشان تعرفوا بس ان انا عندي خبرة. والله انا عندي خبرة يا جدعان. ما شاء الله ما شاء الله. احلى تحية يا عم مشرف حبيبي. عم مشرف يا جماعه، هو شغال بصنار 7 مشغلين تشويه، بيطعم الطعمات الصغيره، هي بيدككها عادي التدكيكه بتاعتنا اللي احنا عملناها قبل كده في فيديوهاتنا. وشوح يا معلم. لسه بطلع يا ابني مرجم الكبير. الله اكبر عم مشرف، بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. يا مسهل الحال يا رب. دنيسه ولا ايه؟ اكشن دنيس ده. ايه والله لا اكشن دنيس. ايه الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اطلع عم اطلع اطلع، حلاوتك يا معلم. انا فرحان بقى ان الدنيس كل معاك على الايه، على على الجمبري، عشان انت من ساعتها معكسني وبتقول لي مش هياكل على الجمبري. اديله دنيس يا ايه يا معلم. احلى احلى ابو عبد شكور. لا بعد اذنك بقى يا اسال اللي كان كده. ايوه بالراحه، ما تضغطش بس على من تحت عشان بتنزل الكبده بتاعتك. بالراحه بالراحه. الله اكبر الله اكبر. بص بقى يا حبيبي، احنا ايه، انت البولتي بتحط ايدك في حنكه. لا ده ما بيتمسكش من حنكه ده. بص بعد اذنك ثانية واحدة، سيب بقى، احنا بنمسكه الايه الملح كده. عم اشرف عبد شكور متألق في مصب النيل، اديله دنيس يا عم اشرف. حبيبي الله يجعل نهارك زي الفل حبيبي. لا عايزك بقى تمسكها لي المسكة ايه بتاعتنا احنا كده بعد اذنك. لا نفس المهم. طيب نعملها تكتيفة في السمك. ايوه بركة يا جماعة، احنا ان شاء الله ده الرزق اللي ربنا رزقنا بيه النهاردة، ما شاء الله لا قوة الا بالله. طبعا البولتي دوت كان من الشبك، كان معنا طبعا اخونا وحبيبنا عم مشرف. حبيبي الله حبيبي، كان احلى ليلة والله، واحلى سهرة، واحلى يوم جميل والله. الله قبل طلع جابه ان شاء الله باذن الله. حبيبي الله طبعا، دي نهاية الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.